السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم من هو الحكم الذي سيدير اللقاء بين ريال مدريد والهلال السعودي خلال نهائي المونديال. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن كشفت وسائل إعلامية عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي. ونشر الإعلامي السعودي عبد الرحمن الفريح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر خبر تعيين الحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة نهائي المونديالتو. وكتب المصدر ذاته عبر تويتر قائلا: الجزائري مصطفى غربال حكما في مباراة الهلال وريال مدريد. وتجدر الإشارة أن ريال مدريد كان قد فاز أمس على نادي الأهلي المصري بنتيجة 4-0، بينما تأهل الهلال السعودي لأول مرة في تاريخه لنهائي المسابقة بعد أن حقق المفاجأة بانتصاره على نادي فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3-2. وستلعب مباراة نهائي يوم السبت المقبل على الساعة 8 مساء بالتوقيت الجزائري. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.